المتين، واشهد ان نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله امين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، فاتقوا الله تعالى وتقربوا اليه عز وجل بما امر، والبعد عما نهى عنه وزجر. قال الله تعالى: قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه وصلى. روي عن عمر بن عبد العزيز انه كان يامر الناس باخراج صدقه الفطر ويذكر هذه الايه: وزكاة الفطر واجبة على كل مسلم. عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من بر او صاعا من شعير او صاعا من تمر او صاعا من خفق او صاعا من زبيب، ومقدار هذا الصاع ثلاثة كيلو الا شيئا، والثلاثة احوط، ويجزئ قوت البلد ولا تجزئ القيمة، وهي على الصغير والكبير والذكر والانثى، ويجوز اخراجها قبل الغيب يوم او يومين، وهي طهرة للصالح من اللغو، وتجبر ما نقص من بعض التقصير، ومن اداها قبل الصلاة فهو من وقتها، ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. عباد الله، ان الله وملائكته يصلون على النبي: يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وصلوا وسلموا على سيد الاولين والاخرين، وصلوا وسلموا على سيد الاولين والاخرين وقفاء صلى الله عليه وسلم، من صلى عليه صلاه واحده صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد، كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. بارك على محمد وعلى ال محمد، كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم ارض عن الصحابه اجمعين، اللهم ارض عن الصحابه اجمعين وعنهم وعنهم الاباء الراشدين الائمه المهديين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام.